قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديع، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه، ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي سوءا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي أسعفته فلا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالزهر ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين.